اهلا بيكم متابعينا ومتابعي موقع بصراحه في كل مكان. بنرحب بيكم في بث مباشر جديد مع عم رضا الكناني ابن مدينه تلا هنا بمحافظه المنوفيه. هنعرف معاكم شارع الاثريه، هنعرف معاكم دلوقتي اسعار الفاكهه النادره اللي موجوده عنده. زي ما انتم شايفين فاكهه الدراجون فروت الواحده بس ب 60 جنيه، الكيلو ب 400 جنيه. دي طبعا من اندر الفواكه اللي موجوده هنا في مصر، هي فاكهه استوائيه طبعا نادره اما تلاقيها، عشان كده سعرها غالي. زائد كمان لها فوائد كتير عم رضا دلوقتي هيوضحها لنا. فاكهه الدراجون فروت مش هي الوحيده اللي موجوده، في الافوكاتو الكيلو فيه بيوصل ل 140 جنيه، في البابايا المفيده جدا لمرضى السكر اللي كيلو برضه او الواحده فيها ب 20 جنيه. هنعرف معاكم دلوقتي الاسعار مع عم رضا. ازيك يا باشا؟ الله يخليك. زي ما انتم شايفين يعني فاكهه الدراجون فروت دايما من الفواكه النادره والغاليه لاحتوائها على الكثير من الفوائد، اكيد حضرتكم برضك عارفينها. في برضه جنزبيل اخضر، الجنزبيل الاخضر اللي بيوصل سعره ل 350 جنيه. الجنزبيل الاخضر اللي قدام حضراتكم ده، في الكرنب اللي هو الملون، في حاجات كتيره موجوده هنا نادره. ده اسمه كرنب افرنج يا باشا. افرنج كرنب افرنج. هو الواحده بكام؟ مخصص للسلطات بس. الواحده بتبدا من 5 جنيه لغايه 20 جنيه. 5 جنيه لغايه 20 جنيه. وده طبعا الافوكادو. ده الافوكادو ده بيبقى الكيلو ب 100، وكان ب 120 من 3 جنيه كام، زاد دلوقتي بقى ب 140 جنيه. ده جنزبيل لانه مستورد. ده جنزبيل اخضر صيني. اساسه صيني. في كوري، بس الكوري مش زي الصين، الصين انضف. الصين انضف. ده مستورد من بره. ده مستورد من بره. ماشي. في دراجون فروت طبعا. تعالى ورينا بقى الدراجون فروت يا عم رضا. هو ليه طلع اسمها ده دراجون فروت؟ هو اللي هو بالاسم الانجليزي دراجون فروت. اما بالاسم العربي هنا اسمه فاكهه التنين. فاكهه التنين. فاكهه التنين زي ما حضرتك كاتب كده. زي ما انا كاتب كده. فاكهه التنين. ليه بقى فاكهه التنين؟ هم عشان هم هو، وبعدين ليه اسم ثالث اللي هي الفاكهه الاستوائيه، الناس هي اللي سمته، اللي زرعوه هم اللي سموها، ما حدش عرف له، بس هم ايه يعني فاكهه استوائيه ما لهاش اسم. الكيلو بكام في هو الكيلو حاليا؟ يعني بيعمل من 400 جنيه وبنباع بالواحده. الواحده بتبدا فيه من 80 ل 70 ل 60 ل 50 حسب اللي هي الكبر والصغر بتاعه. ليه منه الابيض ومنه العفر؟ يعني انا هنا ده عندي ايه معلومه، هنا انا عندي في قلب ده همت اتنين بوط. اتنين بوط في قلب المجموعه دي. البوط الابيض بيبقى مالس، الاحمر بيبقى خشن. بيفرق طبعا. بيفرق في النعم. ده نعمه هي دي ابيض، ابيض من جوه. دي ابيض من جوه. وده احمر من جوه لانه ماء خشن، حبايه خشنه سيادتك. ليه هي غاليه كده يا عم رضا؟ هل عشان هو لسه ما مقطورش في مصر هنا. هو من الفواكه النادره اللي موجوده. هو اساسا افغانستاني او الدول هي الاسيويه. اكيد بيحتوي على فوائد كثيره برضه. ما هو منظف للمعده. منظف للمعده حبيبي. عم ايه يا عم؟ عم حاج على النعمه كده. ده نورك عم رضا. ايه يلا يعني اكيد عليك بال عم بال بال يعني مش الناس الكبيره اللي بتجوا فيه، عشان الاطفال والشباب بس، او عشان سعره برضه كده. ف لكن ما حدش يعني ما فيش ناس يعني لما مؤاخذه عشان اشتري الفاكهه ب 400 جنيه. ما الكيلو غالي برضه لحد ما في نفس الوقت ما حدش يعني عليها اقبال قوي. ليه انت بتبقى حريص انك تجيب الفواكه اللي هي الغاليه دي؟ شغلتي انا كده اساسا شغل اقبل عن جدا. وراثه. انت الكنانه دي وراثه شغلتهم دي. اللي انت تجيب الحاجات النادره والغاليه برضه. النوادر الحاجات دي. النوادر. يعني دي فيها كائن حيوانه، في مربوطه، في روح وتعالى اللهم صل على النبي، بشمله، في فرو،
في الحاجات النادره دي كلها اللي الحركه دي موجود معروف تحرس ان انت تجيبها هنا في سوق السريع في تلت. الحاجات النوادر هي اللي ماشياني. انت دي المشهور بيها الحاجات النوادر دي. حتى هنا في باباي ما قلتلناش عليه. ده الباباي ده ده باباي مرضى السكر. دي اسمها فكة الباباي. نورك يا عم ليش بقى ان هذه انا ابوك شفت لك لقطه كده هتنزل. ده باباي ده اسمه باباي فكة الباباي. من يقول لي باباص اقول له لا اسمها فكة الباباي. باباي فكة الباباي ديت فكة من مرضى السكر. دي فاكهة المرضى الله. السكر الله هي دي الباباي دي المرضى السكر. واي حد بياكل هو مع ما في عصير برضه هو ما مؤاخذه في عصير اسمه عصير راني بيقطعوا منه اجزاء ويحطوها في قلب عصير راني. يبقى زي المانجا كده وبتاع ويقول لك القوه. هو بنحط قلب منه بتقطع وبتحط منه في قلب العصير الراني. تحتوي على 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 فوائد كتيره يا عم. بتحتوي على فوائد كتيره للمرضى السكر وللمعده وهي جميله عامه يعني. هو مسكر سبحان الله مسكر عشان هو مرضى السكر برضه بيقلل من السكر. ورغم كده بيقلل من السكر. بيقلل من السكر. يعني زي ما انتم شايفين حلاوه فاكهه البابايا. الواحده فيها بكام ولا الكيلو بكام؟ الكيلو ب 15 جنيه. ده حاجه عالميه الباباي ده. وده نوع في نوع مدور وفي نوع طويل. اعلى نوع النوع الطويل ده. ده المدور اللي بيبقى اللي بيبقى في البيزك. المدور بيبقى مدوره حبه مدوره. ما كانت شغال فيه ده ايه عروه ثانيه دي. والكيلو 15 جنيه بس. كيلو 15 جنيه. لا بلاش يعني كيلو يعني اسعاره حلوه. عندنا يعني مثلا ايه الافوكادو ده بقى ايه حاجه كبيره. ده مؤول المناعه. مؤول مناعه مؤول بتسقيط الشعر. بنعمل لا مؤاخذه بابا غنوج بنعمل عصير. عصير هو يعني عامه هو قوه لوحده. في كتير من الفوائد برضه. ده معظم كله فوائد. اول مناعه ده دايما بنسمع عن الفوائد وفيها كتير من الفوائد يعني. اول مناعه. عندك الجنزبيل ده بقى ايه شنطه علاج. ده شنطه علاج لوحده. الجنزبيل ده شنطه علاج طبعا لوحد. الجنزبيل ده عالميا ده ما حدش يتخير فيه يعني. لا 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 شنطه علاج لوحده. ده شنطه علاج لوحده الجنزبيل ده. ده بقى اللهم صل على النبي للبرد للبرد في الزور للبرد في المعده. فعلا اي دكتور يروح اي دكتور يقول لك يسيب الجنزبيل يقول له وسلام بقى لو جنزبيل هو لما هو نازل في القران. نازل في القران وكان كاس مزازوجا وكان كاس مزازوجا جنزبيلا. هو ده جنزبيل. ده هو علاج اكيد علاج رباني علاج من عند ربنا. حاجه جميله والله يا عم رضا. الناس دايما بتحب الحاجات او الفاكهه اللي هي فيها فوائد كتير. بجيب لك النوادر بس. بالظبط. عندي مثلا مشروم فريش اللي هو عش غراب فروق باشون فريش. مشروم فريش. مشروم فريش هو اللي هو عش الغراب او فطر. هو ليه ثلاث اسامي. ده الفطر او عش الغراب او فطر. نباتات نيجي نباتات دي. ده لا مؤاخذه بنعمل في الشوربه وبنعمل على البيتزا وبنعمل منه حاجات ياما. ده نباتات ده. الطبق بكام يا الطبق ساعات يبقى ب 35 وساعات يبقى ب 35 حسب غلو. حلو والله. وصل 50 وصل 50. ده يعني حاجات جميله وكلها فوائد والله يا عم رضا. الحاجات دي كلها فوائد. حاضر. يعني زي ما انتم شايفين عم رضا حريص ان هنا ان هو يجيب الفواكه النادره. بجيب الكرفس بجيب بروكلي بجيب الكرفس بجيب بروكلي بجيب رزماني زعتر مرمريه كله ده حاجات فريش خضراء. يعني شغلتي انا على الحاجات اللي هي الايه زي الزعتر. بتجيبهم من المزارع بقى ولا من السوق جمله؟ من العبور بجيبهم من العبور. الحاجات دي كلها موجوده في العبور. بتروح تجيبهم بقى اسبوعيا ولا ايه؟ لا انا ليا ناس بتصل بقى تجيب لي الحاجات. والله حتى الناس اللي انا بتصل بيهم ده لك كام سنه يا عم رضا شغال في شغلانه؟ انا بقول لك ابا عن جدا. شغلتنا ابا يعني من ساعه ما اتولدت هي شغلتنا ابا عن جدا. فالكنانيه معروفين ان هم ابا عن جدا. عندك كام سنه يا عم رضا؟ انا عندي 63 سنه. 63 ربنا يديك الصحه. 63 يعني نقول بقى لك 50 سنه في لا ده من صغر بقى اكتر كمان اتعلمت. ربنا يديك الصحه يا رب.
يعني حاجات جميله والله، وربنا يرزقك ويبارك لك في اولادك. يعني انا عندي مثلا زوجة سيادتك الزعتر والرزماني مرمريه رجنو، بجيب بروكس الملفوف اللي هو الصغير ده، بجيب البلبوزه اللهم صل على النبي قشطه، اي حاجات تخطر على بالك بجيبها شغلتي دي. في ناس بتحييك من المغرب، شوف من المغرب في ناس بتحييك، وفي ناس بيسالك عن العنوان يا عم رضا. انا من تلا منوفيه شارع الاسريه. ربنا يديك الصحه يا رب، واحنا انبسطنا اللي احنا صورنا مع حضرتك. تحت امرك اصلا. الله يخليك. يعني زي ما انتم شايفين اعزائي متابعي موقع بصراحه، عم رضا هنا بيحرص ان هو يجيب الفواكه النادره اللي قدام حضراتكم دي، سواء البابايا او الافوكادو او الزنجبيل الاخضر. طبعا احنا عرفنا معاكم الاسعار، حتى هو عمل لنا واحده هنا بابايا زي ما انتم شايفين، دي بيتعمل لها فوائد كتير وبيتعمل منها عصاير وبيتعمل منها حاجات كتير. وايضا الفاكهه اللي هي الاغلى هنا في المكان فاكهه الدراجون فروت او فاكهه التنين، زي ما بتلقوا عليها هنا في مصر، الواحده بس ب 60 جنيه الكيلو، ب 400 جنيه دي من اغلى الفواكه طبعا اللي بتبقى موجوده في اي مكان، بتحتوي على كثير من الفوائد زي ما قال عم رضا، يعني من الفواكه النادره اللي مش دايما بنلاقيها في جميع الاسواق. عم رضا هنا بيحرص ان هو يجيبها طبعا هي زي ما قلنا لحضراتكم الواحده ب 60 جنيه والكيلو ب 400 جنيه. ماشي رقم التليفون لو عاوزه اقول لك 010 010 17 21 58 78. تمام عم رضا، ربنا يرزقك يا رب ويبارك لك ويديك الصحه. اعزائي متابعي موقع بصراحه، كنا موجودين معاكم هنا في مدينه تلا محافظه المنوفيه في شارع الاسريه، بنشكركم طبعا على المتابعه ولا بد.